الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. حذرت لجنة المعلمين المحتجين في كردستان العراق من تنظيم تظاهرات شعبية الاثنين المقبل في حال عدم إلغاء نظام حسابي، مطالبة بتوطين الرواتب على المصارف الحكومية. وقالت اللجنة إن نظام حسابي يخدم مصلحة الأحزاب الحاكمة في كردستان العراق، مؤكدة أنه في حال عدم مقاطعة الحساب فإنها ستنظم احتجاجات تنطلق من حديقة الملك محمود في السليمانية نحو دباشان، مقر إقامة رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني. أقرت مصادر أمنية في العراق بأن أغلبية العمالة الأجنبية تدخل إلى العراق بصورة غير قانونية عبر طريقين، الأول من خلال المنافذ الحدودية الجنوبية مع إيران، والثاني من خلال الحدود الشمالية مع إيران من جهة محافظة السليمانية. وبيّنت المصادر أن العمالة الآسيوية تستغل أوقات الزيارات الدينية التي يتدفق خلالها الإيرانيون إلى العراق ويدخلون معهم بحجة أنهم يرغبون في زيارة العتبات الدينية. ويؤكد ناشطون أن شركات عراقية تمارس عمليات تهريب العمالة الآسيوية والأجنبية، وأن بعض هذه الشركات تستند إلى ثقل سياسي أو لها ارتباطات بجهات مسلحة نافذة. كشف عضو في اللجنة النفط والغاز النيابية علي عبد ستار المشكور عن أسباب استمرار تعطيل تشريع قانون النفط والغاز والمؤجل من دورات برلمانية عدة. وقال المشكور إن مشروع قانون النفط والغاز ما زال لدى الحكومة ولم يصل إلى مجلس النواب لدراسته لأجل إقراره، نتيجة وجود نقاط خلافية في صلب روح القانون، وهذا ما جعله يراوح سياسيا داخل أروقة الحكومة. يذكر أنه منذ الدورة الأولى لمجلس النواب عام 2005 ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات سياسية دون إقراره بصيغته النهائية. أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية أن العراق صدر أكثر من 800 ألف برميل يومياً إلى الهند خلال شهر شباط الماضي. وأظهرت البيانات أن إجمالي واردات الهند شهر الماضي انخفض بنسبة 10% عن شهر كانون الثاني إلى 4,720,000 برميل يومياً، ويعد هذا الانخفاض أكثر حدة من البيانات الحكومية الأولية. ووفقاً للبيانات ذاتها، فإنه في شهر شباط خفضت شركات التكرير الهندية وارداتها من العراق بنسبة 32% عن شهر كانون الثاني، لتصل إلى ما يزيد عن 860 ألف برميل يومياً. شددت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا على ضرورة أن تقوم البنوك المركزية في العالم بمتابعة جهودها لمكافحة التضخم ومقاومة الضغوط السياسية لخفض تكاليف الاقتراض. وحثت غورغيفا صانعي السياسات لدى البنوك المركزية على الصمود في وجه مطالب خفض الفائدة قبل أوانها، والتي تتوقع أنها ستتزايد مع تصويت نصف سكان العالم في انتخابات ستعقد هذا العام. وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى مخاطر التدخل السياسي في عملية صنع قرارات المصارف وتعيينات الموظفين المتزايدة. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
أختام مجزئ إلى اللقاء.